بونسوار. معروف قد ايه حلو مغيب الشمس بلبنان، فما تترددوا وتبعتوا لنا صوركم لتربحوا معنا جايزه بنهايه الشهر. هلا بنروح على فقره صوره وشمسيه، ومن صوره منى مراد رح نروح على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 26، الرباط 24، الجزائر 29 درجه. منكفي على بغداد 38، دمشق 34، القدس 30، عمان 35، والختام بيكون مع الكويت 41، الدوحة 43، أما الرياض عم بتسجل 37 درجة. نرجع على لبنان، ساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة في بين ال 20 و 33 درجة، بالجبل 33، أما بالداخل عم بتسجل 38. هلا بنروح بجولة صغيرة على المناطق اللبنانية لنشوف كيف الحرارة فيها، ومنبلش بعكار 31 درجة، طرابلس 32، الأرز 27، الكورة 30. منكفي على الهرمل 29، القاع 28، بعلبك 32، الرياء 30. نوصل بجولتنا على جبال 32 درجة، فريا 30، جونية وبعبدة 33، بيروت كمان 33 درجة والحرارة مرتفعة. منكفي على زحلة 33 درجة، شطورة 32، عنجر ومشغرة 31، جزين 30، رشايا 32، مرج عيون وبنت جبال 30 درجة، والختام بيكون مع صيدا 31، أما صور وكانا 32 درجة. بكرة مثل ما ذكرت طقسنا رح يكون غائم كليا، مع حرارة بتوصل أقصاها ل 33 درجة، بتنخفض نهار الخميس ل 28، وبتكفي الجمعة بالانخفاض لل 25 درجة. عنا ضباب على المرتفعات، والحرارة على علو ال 1850 متر عم تتراوح بين ال 13 وال 27 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.